الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتطرق اليوم إلى موضوع آخر في مادة الرياضيات لكلية الهندسة، قسم الهندسة المدنية المرحلة الأولى، وهو موضوع المشتقات الـ differentiation أو الـ derivatives، اللي هي موضوع المشتقات. نتطرق في هذا الموضوع إلى عدة مواضيع فرعية. أولا خلينا نتطرق إلى ما هو أو معنى derivative. What is a derivative؟ ما معنى المشتقة؟ المشتقة أقصد بها اللي هو مدى تغير أو سرعة تغير الدالة لقيم الx. كلما تغيرت قيم الx، هل يكون تغيير سريع، تغيير بطيء، وإلى آخره، تمام؟ زين، فرضا عندي الدالة هي كما موضح في هذا المثال اللي هي ربع 1/4 من x تربيع، هذه ال f of x، تمام. المشتقة لها عند ال x تساوي 2، ايش قد انه يجي يشتق الدالة كمشتقة، ومن ثم يعوض عن ال x بما يعادلها وهي 2، ويوجد قيمة المشتقة عند النقطة المعنية. هذا يمثل لي شنو؟ سلوب. فإذا خلينا نجي نوضحها كفكرة أوضح قبل أن نوضحها بفكرة أوضح من ذلك. Why are derivatives useful؟ ليش تكون عندي المشتقات مفيدة؟ لأنه تدخل في تطبيق أكثر من مجال، في عدة تطبيقات. يعني مثلا في مجال فيزياء أنه أجي أحسب الفيلوسيتي، السرعة. السرعة هي مشتقة البوزيشن، تمام، أو مشتقة الإزاحة بالنسبة للزمن، وكذلك الأكسلريشن اللي هو مشتقة السرعة بالنسبة للزمن، وتمثل المشتقة الثانية بالنسبة المشتقة الثانية الإزاحة بالنسبة للزمن، وهكذا. زين، أما تطبيقها في مجال الماثماتيكس الرياضيات، فراح يكون في موضوع الأوبتمايزيشن اللي هو أحد تطبيقات المشتقات، الأبليكيشن أوف ديريفاتيفز، وهي لرسم الدوال تدخل أيضا sketch of function أو graph of function، رسم الدالة من ضمن نقاط الواجبة استنتاجها لرسم الدوال هو إيجاد المينيموم والماكسيموم، النهايات الصغرى والعظمى، minimum والماكسيموم extreme value، تمام، أو مناطق الانكريز والديكريز extreme value، مناطق التزايد والتناقص بإيجاد المشتقة الأولى، كذلك إيجاد الكونكيف أب والكونكيف داون أوف كيرب، يعني تقعر وتحدب الدالة، وذلك بإيجاد المشتقة الثانية، بالإضافة إلى إيجاد الانفليكشن بوينت اللي هي نقطة الانقلاب. هذه كلها نحتاج إلى موضوع شنو؟ المشتقات. فهذه فائدة اليوسفل أوف ديريفاتيفز، تمام. قبل أن نتطرق إلى كيفية حساب المشتقة، خلينا نجي نوضحها كالآتي. المشتقة مثل ما يقول اللي هي derivatives are the functions which are used to measure rates at which things change. يعني هي شنو؟ مشتقة الدوال هي مقياس لمعدل تغير الدالة، تمام. We define derivatives as limiting values. زين، هذا معدل التغير أقيسه شنو؟ باستخدام الليمت. ليش؟ لأنه إحنا قلنا بالنسبة إلى الليمت مثل ما طرقنا في الشابتر السابق، الليمت هو يدرس لي تغير أو تصرف behavior of function. الليمت يدرس behavior of function، سلوك أو أسلوب الدالة عند نقطة ما، نقطة معينة، تمام. فلما أجي أريد أشتق مشتقة الدالة أستخدم الليمت، هذا الاشتقاق الأساسي الستاندرد اللي هو نسميه باستخدام التعريف. زين، قبل معرفة كيفية اشتقاق الدوال باستخدام definition of derivative اللي هو باستخدام التعريف المشتقة، انه عندي خلينا نوضح هذا الرسم هنا.
عندي دالة لا على التعيين، تمام؟ دالة هي y f of x، دالة بدلالة ال x، تمام؟ هذه f of x دالة لها نقطتين p و q. ال p إحداثياتها x y، أو نسميها x، وقيمة ال y هي شنو تمثل لي؟ قيمة الدالة عند ال x يعني f of x. ونقطة أخرى هي q، إحداثياتها راح تكون x زائدا دلتا x، وال y راح تكون عندي هي f of x زائد دلتا x، فلها نقطتين p q، تمام؟ زين، هذا الكيرف أو هذه الفانكشن إلها مماس وإلها سيكنت قاطع. دائما المماس يمس الدالة في نقطة واحدة، بينما القاطع السيكنت يقطع الدالة في نقطتين، تمام؟ يقطع الدالة في نقطتين. هسه فرض هنا عندي يحسب السلوب اوف سيكنت بي كيو، بي كيو هذه البي وهذه الكيو، تمام؟ بي كيو هذه البي وهذه الكيو، اللي هي ايش راح تصير عندي هنا؟ دائما السلوب هو شنو عندي؟ مثل ما تطرقنا مسبقا انه السلوب اوف فانكشن هو تان الزاوية، التان شي يساوي لي المقابل على المجاور، المقابل هذا المقابل اللي هو دلتا واي على المجاور دلتا اكس، تمام؟ فدلتا واي اوفر دلتا اكس هذا المقابل على المجاور اللي هو السلوب اوف سيكنت ميل القاطع، الخط القاطع، تمام؟ وهو في نفس الوقت راح يمثل لي سلوب اوف تانجنت ميل المماس اللي هو مماس للكيرف بنقطة ما. هذا نسميه هنا اللي هو باستخدام الليمت، هذا يسمى اللي هو ديفينشن اوف دريفيتيف اللي هو الاشتقاق باستخدام التعريف. يعني خلي نجي نوضحها اكثر، لما نجي نوضحها أكثر وهو كالآتي، إنه عندي هذه الدالة x y، تمام؟ هذه دالة لا على التعيين اللي هي f of x، تمام؟ زين، إلها نقطتين، نقطة p ونقطة q. هذه النقطة p إحداثياتها x، نقول y، هذه y تساوي f of x، إحداثياتها x y أو x f of x. ليش؟ لأن ال f of x هي شنو تمثل لي؟ قيمة ال y. ونقطة q، هذه النقطة q إحداثياتها راح تكون عندي كالآتي، إنه أنا عندي المسافة منا إلى هنا، منا إلى هنا إلى هذه النقطة، من أجي أسقطها في الشكل، هذه النقطة المسافة منا إلى هنا هي عبارة عن دلتا x، مسافة أفقية، والمسافة منا إلى هنا هي دلتا y، تمام؟ بينما منا إلى هنا هي y، منا إلى هنا هي تكون عندي x، تمام؟ فعندي هذه النقطة Q إحداثياتها X Y، X جريد إلها اللي هو عبارة عن X زائد دلتا X، X زائد دلتا X، فارزة ال Y اللي هي عبارة عن شنو ال Y؟ Y زائد دلتا Y، أو نقول عنها اللي هي F of X زائد دلتا x كدالة لل y، تمام؟ زين، لما يريد عندي السيكنت ولما يريد التانجنت، السيكنت قلنا هو شنو؟
خط مستقيم يمر بنقطتين بالنسبة للدالة، فراح يمر في نقطة P ونقطة Q، هذا نسميه سيكنت الدالة، قاطع الدالة، هذا اللي هو سيكنت، تمام؟ بينما سلوب الدالة، طبعا قاطع الدالة، قطع الدالة وين؟ في نقطتين، هذه نقطة P ونقطة Q، تمام؟ بينما عندي التانجنت لا يمس الدالة في نقطة، وين راح يمس الدالة؟ راح يمس الدالة في هذه النقطة، يمس الدالة في نقطة واحدة، تمام؟ يمس الدالة هنا في نقطة واحدة اللي هي في نقطة البي أيضا، تمام؟ هذا هنا اللون البرتقالي هذا يمثل لي التانجنت، تمام؟ هذا التانجنت يمس الدالة في نقطة واحدة، تمام؟ هنا بينما السيكنت يقطع الدالة في نقطتين. زين، لما أجي أنتبه إلى السلوب مثل ما عرفنا مسبقا إنه السلوب المين شي يساوي لي السلوب أو فانكشن يساوي اللي هو تان ثيتا، تمام؟ السلوب مثل ما قلنا اللي هو تان ثيتا، تمام؟ زين، التان هو شنو عندي؟ مقابل على المجاور مثل ما نعرف، تمام؟ المقابل هذا عندي الثيتا، أنا هسه المقابل على المجاور، طبعا هذا هنا هو دلتا واي، المقابل على المجاور دلتا واي أوفر دلتا اكس، تمام؟ زين، باستخدام الليمت، ليش الليمت؟ لأنه عندي النقطة تقترب إلى أقرب ما يكون إلى الصفر، يا نقطة اللي هي هذه النقطة كيو، يعني إحنا كأنه هسه هذا الكيرف مسوي له فد زوم تكبير، اللي هو من يتحرك من نقطة P إلى نقطة كيو مسوي له فد زوم هذه، تمام؟ هذه المنطقة مسوي لها زوم مثلا فد 10 مرات تكبير نعطيها حتى تتوضح. فمقدار التغيير هو جدا قليل، تمام؟ يقترب من الصفر، فيجب أن نأخذ له شنو؟ الليمت، أوكي؟ فيصير عندي بالنسبة إلى لما ينطيني مطلوب حساب مشتقة أي دالة باستخدام الديفينشن أوف دريفيتيف، القانون التالي راح يكون حفظ، وهو إنه واي داش، تمام؟ أو قبل الواي داش العفو، إنه عندنا سلوب سيكنت هو نفسه راح يساوي سلوب تانجنت، ميل القاطع يساوي ميل المماس، ويساوي شنو قلنا؟ المشتقة الأولى للدالة اللي هي الواي داش، أو يساوي لي الدي واي أوفر دي إكس، أو يساوي الاف داش اوف اكس، أو صيغة أخرى هي دي الاف اوف اكس اوفر دي اكس، فكل هذه التسميات تصير. فإذا سلوب سيكنت اوف سيكنت هو نفسه سلوب اوف تانجنت ميل المماس يساوي ميل زين ميل الدالة أو ميل الكيرب، ويساوي المشتقة الأولى للدالة وين؟ ات اكس، عند نقطة X مع نقطة معينة، تمام؟ زين، باستخدام التعريف راح يصير عندي لما أريد اشتقاق باستخدام التعريف اللي هو definition by definition of the derivative، راح يكون عندي القانون التالي حفظ، وهو إنه عندي ال y dash أو اللي هي ال f dash of x تساوي limit delta x تقترب من دلتا اكس تقترب من الصفر، تمام؟
الاف اوف اكس زائد دلتا اكس ناقص الاف اوف اكس اوفر دلتا اكس. تمام، هذا قانون ثابت لإيجاد مشتقة أي دالة باستخدام definition of derivative، هذا نسميه definition of derivative. استخدام تعريف المشتقة اللي هو y داش أو dy over dx أو نسميه f داش of x، هذا استخدام القانون. إنزين، خلينا نجي نوضح هذا القانون شنو يعني. limit الدلتا x تقترب من الصفر، تمام، دائما الاقتراب من الصفر هذا ثابت، يساوي f of x زائد دلتا x، يعني إنه عندي ناقص f of x over delta x، هذه ال f of x تمثل لي الدالة الأصلية، بينما ال f of x زائد delta x هاي تمثل الدالة الأصلية، إنه عوض مكان كل x x زائد delta x، هذا الفرق ما بين النقطتين هذه، تمام؟ فخلينا نطرق إلى أمثلة أوضح من ذلك حتى نوضح المسألة. فمثل ما موضح هنا اللي هي الكمبيوتينج دريفيتيف، شنو قايل؟ انه باستخدام الليمت تبدي السلوب اوف الاف اوف اكس كان تشينج وذ اكس، سو وي جيت ذا افريج سلوب اوف اوف اكس، يعني انه ضمن الفترة من x الى x زائد دلتا x يكون عندي السلوب تتغير الدالة بمقدار جدا جدا قليل او صغير، تمام، يتغير بمقدار جدا قليل اقرب ما يكون الى الصفر، ولذا قلنا انه الليمت تقترب من الصفر، تمام. هذا هنا عندي derivative definition and example. خلي نجي نتطرق الى example توضيحي. زين، قبل لا نطرق إلى example عندنا ملاحظة مهمة، وهي أن كل دالة قابلة للاشتقاق differentiability implies continuity، تكون مستمرة، تمام، وليس العكس صحيح the converse is false، يعني العكس خاطئ، وهو إنه not all continuous functions are differentiable، يعني مو كل دالة مستمرة تكون هي قابلة للاشتقاق، يعني بمعنى من أقول أنا عندي دالة continuous is continuous قابلة دالة مستمرة، مثل ما طرقنا في موضوع continuity، الدالة نقول عنها مستمرة بتحقق ثلاث شروط، وهي أولا أنه عندي تكون الدالة عند نقطة ما خلينا نسميها أي تكون إلها فد قيمة معرفة، يعني is defined، تمام، تكون معرفة عند نقطة ما. النقطة الثانية أنه limit f of x لما ال x تقترب من جهة الليفت يساوي limit ال f of x لما تقترب من جهة الرايت، تمام، بمعنى انه limit ال f of x لما ال x تقترب من نقطة a تكون شنو is exist، تكون موجودة. شو قلنا limit تكون موجودة اذا limit ال left و right تكون متساوية. انزين، الشرط الثالث هو للاستمرارية، انه عندي limit ال f of x لما ال x تقترب من ال a
تساوي قيمة الدالة عند الـ A. تمام؟ إذا تحققت هذه الشروط الثلاثة راح نقول عن الدالة شنو؟ continuous، مستمرة. زين، يقول ليس كل دالة مستمرة هي قابلة للاشتقاق، لكن العكس صحيح، وهو أن كل دالة قابلة للاشتقاق تكون شنو؟ مستمرة. كل not all continuous functions، ليست كل دالة مستمرة هي شنو قابلة للاشتقاق، لكن بالعكس أنه كل دالة قابلة للاشتقاق راح تكون implies continuity، قابلة العفو بين تكون شنو مستمرة. تمام؟ زين، خلينا نتطرق إلى استخدام الاشتقاق بالdefinition، by definition، بالتعريف، كيف راح يكون العمل عليه. خلينا نجي ناخذ هذا الاكزامبل. مثلا فرضا عندي هذا الاكزامبل، خلي نوضحه. منطوق السؤال هو find the derivative of function f of x تساوي x تربيع using the definition of a derivative. المطلوب ايجاد مشتقة الدالة التالية باستخدام the definition of a derivative، يعني f of x هي x تربيع. تمام؟ فإذا عندي الدالة هي f of x تساوي x تربيع. من يقول لي الاشتقاق by definition، إذا ما يصير أروح أقول للمشتقة اللي راح يساوي 2x، خطأ. تمام؟ بما أنه باستخدام التعريف، إذا راح يصير عندي باستخدام التعريف شنو نقول؟ اللي هو عندي ال f dash of x، أو نسميها ال y dash، خلينا نكتب هنا ال f dash of x أو ال y dash أو ال dy over dx، أو نقدر نكتبها d ال f of x over dx. تمام؟ أحد هذه الأشكال راح يساوي لي باستخدام التعريف اللي هو limit دلتا x تقترب من الصفر. تمام؟ هذه دلتا x ال f of x زائد دلتا x ناقصا ال f of x. تمام؟ فإذا راح يصير عندي ال f dash of x يساوي limit دلتا x تقترب من الصفر هذه دلتا x. تمام؟ نجي هسه أول وحدة، هذه اللي هي ال f of x زائدا دلتا x، شنو يعني؟ إنه أجي بالدالة الأصلية نعوض مكان كل x x زائد دلتا x بالدالة الأصلية. الدالة الأصلية عبارة عن شنو؟ تربيع. أعوض مكان كل x x زائد دلتا x، فراح يصير عندي قوس x زائد دلتا x، الكل شنو؟ تربيع. ليش تربيع؟ لأن أصلا هي الدالة عندي تربيع. تمام؟ ناقص الدالة الأصلية هي شقد؟ ال f of x اللي هي ال x تربيع. تمام؟ هذا هنا شي مثل لي هسه. نرجع إلى موضوع الليمت بشكل اعتيادي، اللي هو limit دلتا x تقترب من الصفر دلتا x. هذا هنا عندي مربع كامل، مربع الأول x تربيع، إشارة الوسط ضعف الأول بالثاني زائد مربع الحد الثاني اللي هو دلتا x الكل تربيع. هذا تمام؟
ناقص x تربيع. تمام، الاكس تربيع مع الاكس تربيع تتكنسل. اوكي، عندي تبسيط وهو ليميت دلتا اكس تقترب من الصفر. تمام، هذه عندي دلتا اكس. نا شنو عندي تبسيط إلها؟ راح نبسط الليمت هذا اللي هو بسحب دلتا اكس عامل مشترك، يبقى عندي 2 اكس زائد دلتا اكس. تمام، ايضا تتكنسل عندي دلتا اكس مع دلتا اكس، فش يبقى عندي اللي هي تساوي ليميت دلتا اكس تقترب من الصفر 2 اكس زائد دلتا اكس. ونتعامل وياها كلمة اعتيادي مثل ما عشنا نحله، وهو انه راح نجي نعوض مكان كل دلتا اكس وليس اكس حسب المتغير هذا اللي جاي يقترب منه اسمه دلتا اكس، نعوض مكان كل دلتا اكس بصفر. فاذا شو تساوي لي 2 اكس زائد صفر ويساوي 2 اكس، وبالفعل هو مشتقة الاكس تربيع 2 اكس. ايضا نتطرق الى الاكزامبل الاخر وهو using the definition of a derivative differentiate f of x تساوي جذر الاكس. تمام، اشتق جذر الاكس لكن باستخدام the definition of derivative. فإذا عندي الـ f of x هي جذر الـ x. تمام، باستخدام الليمت ايش راح يكون عندي؟ الـ f dash of x أو اللي هي الـ y dash تساوي ليمت دلتا x تقترب من الصفر. تمام، دلتا x، نكتب القانون الـ f of x زائد دلتا x ناقص الـ f of x. تمام، limit دلتا x تقترب من الصفر. هسه نجي هذه الـ f of x زائد دلتا x قلنا شو نسوي؟ نذهب إلى الدالة الأصلية المعطاة ونعوض بدل كل x بـ x زائد دلتا x. الدالة المعطاة شنو عندي؟ هذه اللي هي شنو؟ تحت الجذر. فإذا راح يصير عندي الجذر التربيعي، أشيل الـ x شنو أخلي مكانها؟ أخلي مكانها x زائد دلتا x، x زائد دلتا x. تمام، ناقص الدالة الأصلية هي شنو؟ جذر الـ x. هذه جذر الـ x. تمام، زين، هذه هسه كلمة اعتيادي، نستذكر موضوع الليمت شلون كنا نحلها؟ هل ممكن انه ابسطها ب يعني التجربة تحليل بعامل مشترك والى اخره؟ لا، هنا عندي انسب شيء هو شنو؟ بالضرب بالعامل المناسب، بالضرب بالعامل المناسب وهو ايش راح يكون عندي؟ x زائد دلتا x تحت الجذر التربيعي. تمام، زائدا جذر ال x على x زائد دلتا x زائد جذر ال x. تمام، فهذا انسب شيء اللي هو الكونجوكيت فاكتور يساوي ليميت دلتا x تقترب من الصفر. تمام، هذا هنا عندي قوس كأنه في هذا القوس، كل قوس عبارة عن حدين، القوسين بإشارتين مختلفة. إذا شي يمثل لي هذا؟ يمثل لي فرق مربعين، راح يصير عندي مربع الأول يعني هذا الجذر كله
مربع الأول تربيع يعني راح نرفع الجذر فيصير عندي x زائد دلتا x تمام ناقص لأن ناقص بزائد ناقص مربع الثاني هذا يصير عندي x تمام على دلتا x هذه خلي ما نوزع يو عندي x زائد دلتا x تحت الجذر التربيعي زائدا جذر x تمام زين خلي نشوف شنو عندي اللي نحذف x مع سالب x بقى عندي في البسط فقط شنو عندي دلتا x هذه دلتا x مع دلتا x اذا شنو يبقى عندي بقى عندي limit دلتا x تقترب من الصفر تمام يبقى عندي واحد على x زائد دلتا x تحت الجذر التربيعي زائدا x تمام نجي هسه شو نسوي خلي نجي نشوف نعوض ينطيني قيمة ام لا اذا ما انطاني قيمة نروح نبسط اكثر فراح يصير عندي واحد على نعوض مكان كل دلتا x بشقد بصفر فيصير عندي x زائد صفر زائد جذر x وبالتالي يساوي واحد على جذر x زائد صفر اللي هي x تحت الجذر التربيعي فيصير عندي اثنين جذر x وهذا الناتج النهائي لو ارجع اشتق هذا هنا عندي بالفعل يطلع لي هذا الناتج كما هو زين لو نتطرق الان الى موضوع اخر ضمن المشتقات هسه قلنا اهم شيء انه لما يجي سؤال اشتقاق باستخدام الديفينشن اوف دريفيتيف باستخدام تعريف المشتقة هو باستخدام الليمت قانون ثابت نشتق بهذا القانون تمام نتطرق الان الى rules for derivatives بعض قوانين المشتقات اللي هي مثلا عندي قانون الباور رول ما موضح الان خليني نجي نوضحه بعض قوانين المشتقات laws of derivatives العفو انه عندي مشتقة الثابت الC هو شنو عبارة عن constant مشتقة الثابت شنو انه ما بي متغير اذا مشتقة الثابت هي صفر تمام يعني فرضا عندي مشتقة الثلاثة ما بيها متغير اذا مشتقة الثابت شنو عندي صفر زين مشتقة الx اس ان او اي قوس كان يا اما متغير مرفوع الى اس موجب او سالب تمام او قوس مرفوع الى اس موجب او سالب تمام الاشتقاق مالته راح يكون شنو عندي انه ننزل الاس ونطرح من الاس واحد تمام اذا كان عندي داله هي يو لا على التعيين اي داله كانت مضروبه في سي كونستانت الاشتقاق شلون يكون انه الكونستانت ما لنا الكونستانت ما لنا علاقه به نشتق فقط الداله زين مشتقه مجموع او فرق دالتين انه كل وحدة راح نشتقها على حدة اذا كان مجموع دالتين او فرق دالتين زين مشتقة حاصل ضرب دالتين شو يساوي لي الاولى في مشتقة الثانية زائدا الثانية في مشتقة الاولى تمام اما اذا كانت عندي هاي نسميها البرودكت رول نطبق عليها حاصل ضرب دالتين اللي هي تصير عندي الأولى في مشتقة الثانية زائد الثانية في مشتقة الأولى أما إذا الكويشنت رول اللي هي حاصل قسمة دالتين بسط مقام فراح يصير عندي دائما المقام هسا عندي دالتين يو في يو أوفر في المشتقة اللي هش راح تصير عندي المقام اللي هي البي في مشتقة البسط ناقصا البسط في مشتقة المقام الكل على مربع المقام تمام هذه قوانين الاشتقاق مثلا عندي مشتقة اليو سب ان اليو هي شنو عندي دالة اي دالة كانت مرفوعة الى اس يعني قوس مثلا عندي مرفوع الى اس
بالاشتقاق ايش راح نسوي؟ انه ينزل الاس ونطرح من الاس واحد في مشتقة بعدين داخل القوس وهكذا، تمام؟ لكن قبل لا نتطرق الى هذه المواضيع خلي نوضح فد نقطة مهمة جدا. وهي كالآتي: the derivative of x os n، يعني لما أجي أشتق باستخدام التعريف، فرضا عندي نعطيني دالة هي مثلا عندي x تكعيب، ومن راح أجي أعوض في قانون تعريف الليمت أو تعريف الاشتقاق اللي هو بالليمت، راح يصير عندي قوس تكعيب، أو مثلا عندي دالة هي x أس 4، يصير عندي قوس مرفوع الأس 4. هذا من الصعب أنه نسوي له الإكسباند، يعني نفك القوس. فعندنا طريقة معينة وهي باستخدام البينوميال فانكشنز اللي هي الدوال متعددة الحدود. شلون نحلها أو نسميها الإكسباند إكسبانشن اللي هو تمديد إلى الحدود، نفك الأقواس، بشرط أنه عندي قوس. هسه مثل ما موضحنا عندي قوس X زائد دلتا X مرفوع الأس N، تمام؟ هذا الN integer non negative، يعني positive، يكون عدد صحيح موجب، تمام؟ القانون عندي راح يصير كالآتي. هسه خلينا نطرق إلى توضيح هذه المسألة العفو، وهي الـ derivative of x أس n for a non-negative integer n، لما تكون عندي قوس x زائد دلتا x مرفوع الأس n يساوي لي summation j من الصفر إلى الـ n اللي هو مجموع حدود، هذا j sub n j أس n في دلتا x أس j في x أس n ناقص j. هذه خلينا نجي نفهمها، هذه هنا عندي خلينا نوضحها، اللي هي لما يكون عندي قوس بداخل القوس حدين، وهذا القوس مرفوع إلى أس عدد صحيح موجب أكبر من واحد. إنزين، عدد صحيح موجب من يكون عندي تكعيب أو أس 4 أو أس 5 وإلى آخره، راح يكون من الصعب أن نسوي الإكسباند أو إكسبانشن أوف البراد اللي هو تمديد إلى القوس. شلون نفتح القوس؟ تمام؟ فخلي نجي نوضح هاي المسألة كالآتي، اللي هو x زائد دلتا x الكل مرفوع الأس n، n قلنا هو شنو؟ عدد صحيح موجب integer positive، راح يساوي لي summation حدود من j يساوي صفر إلى n c sub j أس n، هذا c معامل، تمام؟ في x أس n ناقص j، تمام؟ في دلتا اكس مرفوع الاس جي، والسي اللي هو المعامل عبارة عن فاكتوريال الان على فاكتوريال جي في ان ناقص جي. زين، هذه هنا كلها شلون راح نفهمها؟ نختصرها بالباينوميال فانكشنز، باينوميال فانكشنز اللي هو الدوال متعددة الحدود أو كثيرة الحدود. شلون نتعامل وياها؟ يعني فرضا أنا عندي هسه هذا القوس، خلي نفرض مثلا عندنا 3x زائد 4 الكل تربيع، تمام؟ هذا هنا منطقيا ايش راح نقول؟ مربع كامل. راح يصير عندي مربع الأول 9x تربيع زائد مربع الأول 9x تربيع، إشارة الوسط ضعف الأول في الثاني 2 في 4 في 3 6 في 4 24x زائد مربع الثاني اللي هو 16، تمام؟ إنزين،
هذا سهل. لما يكون عندي تكعيب، لما يكون تكعيب راح تبدي الصعوبة، تمام؟ يعني 3x زائد 4 الكل أس شقد؟ تكعيب، هذا الآن اللي هو عدد صحيح موجب، تمام؟ نقول عندي عبارة عن قوس تربيع في قوس آخر ونفتح الأقواس، لا هذه راح تصير مطولة، فنستخدم طريقة البينوميال فانكشنز اللي هي تعتمد مبدأ الشجرة. يعني قبل لا نقول تعتمد مبدأ الشجرة، خلينا نجي نوضح. أولا نجي ننتبه إلى الأس، أس شقد هذا؟ 3، تمام؟ هذا أس 3 راح يتوزع على الحد الأول والحد الثاني، يتوزع على الحد الأول والحد الثاني. الحد الأول هو عبارة عن شنو؟ 3x وليس الأكس الواحد، الحد الثاني اللي هو 4، طبعا كل حد هو وإشارته، الأس هذا يتوزع على كل حد مع إشارته. يعني الحد الأول راح يبدي بالأس الأكبر وبعد ذلك يبدي يتناقص بمقدار 1 1، بينما الحد الثاني يبدي من الصفر ويبدي يصعد يزداد بمقدار 1 1 إلى أن يوصل إلى هذا الأس، تمام؟ يعني بمعنى راح يصير عندي 3x مرفوع الأس شقد؟ أعلى شيء اللي هو 3، هذه في 4 في 4 مرفوع الأس شقد قلنا؟ تبدي من الصفر، تمام؟ زائد، يعني مجموع حدود 3x مرفوع الأس شقد راح تبدي تتناقص 1 1، تصير عندي 2 في 4، هذا الحد الثاني يبدي يزداد 1 1، أس شقد؟ 1، زائد 3x كل أس شقد؟ 1 في 4، أس شقد هسه تزداد مقدار 1 2 يعني، تمام؟ زائد 3x مرفوع الأس شقد إلى أن نوصل إلى الصفر في 4 أس شقد راح تصير توصل إلى أعلى حد هو شقد عندي؟ كمل 3، تمام؟ زين هسه لهنا تمام، هذه إنه الحد الأول يبدي من أعلى شيء من الأس الكلي ويبدي يتناقص بمقدار 1 1، بينما الحد الثاني هو إشارته وقيمته يبدي من صفر ويبدي يزداد بمقدار 1 1. إنزين هذه هنا عندي ما كمل الحل. استخدام البينوميال فانكشن اللي هو مبدأ الشجرة شنو يقول عندي؟ هنا لازم أكو عندي فد معاملات، فد عدد ينضرب في كل حد، تمام؟ هذه المعاملات منين نجيبها؟ نسوي شكل شجرة، هذه شغل التري، شجرة التري اللي هو فقط للمعاملات، الأعداد اللي أريد أخليها هنا في كل حد شقد. أول مرة نقول عندي 1 1، هاي ثابتة، تمام؟ زين 1 1 2، يعني جمعنا 1 1 2، تمام؟ بعد ذلك أجي من 2 أخلي 1 بالأطراف، 1 1، تمام؟ هسه أجي أجمع 2 و1 3، هنا خليت بالوسط 2 و1 3، خليت هنا وأبدي هسه شنو أخلي 1 وين؟ بالأطراف. زين هل أستمر بعد؟ لا. شو وقت نتوقف؟ نتوقف إلى أن يظهر عندي الأس اللي موجود في السؤال، هذا أس شقد؟ 3. إذا ظهر الثلاثة وين؟ هنا. إذا نتوقف إلى حد هنا، فهذه راح تمثل هي المعاملات، تمام؟ فإذا المعاملات راح تصير هنا عندي هذا معامل الحد الأول، الحد الثاني، الثالث، الرابع، بعد أن فكينا القوس بهذا الشكل. فهسه هذا المعامل مالته شقد؟ 1. هذا شقد المفروض هنا؟ 3. هذا الحد الثالث 3، وهذا الحد الأخير المفروض شقد؟ 1، تمام؟ فنجي نسوي تبسيط. أي أساس؟ أسة 0 شقد عندي؟ 1، وهذا 1، يعني 4 أس 0 1. زين 3x الكل تكعيب اللي راح يصير عندي 27x تكعيب، تمام؟ 3 في 4 12، أو هنا عندي 3 تربيع 9،
في 3 27 في 4 الناتج راح يكون هو فيصير عندي 3 في 3 تربيع 9 في 3 27 في 4 108 اكس تربيع زين 3 في 3 9 في 4 تربيع 16 في 4 اللي هو 144 في اكس اوكي 3 اكس الكل مرفوع الاس ايش قد صفر ايش قد عندي اي اساس اس صفر يساوي لي 1 في 1 في 4 تكعيب اللي هي 64 فهذا كان بهالشكل طريقة الحل تمام هذه الطريقة وين راح تفيدني الباينوميال اللي هو هسه عندي لما اجي اشتق دالة باستخدام التعريف تكون عندي مطولة يعني لنفرض انه عندي f of x هي تساوي x اس 4 تمام تساوي x اس 4 اوكي لما اريد باستخدام التعريف انه اشتق الدالة اللي هي شنو عندي الاف داش اوف اكس راح تساوي ليميت الدال اللي هي عندي دلتا اكس تقترب من الصفر تمام نكتب القانون اللي هو عندي دلتا اكس اف اوف اكس زائد دلتا اكس ناقصا الاف اوف اكس تمام نجي هسه نعوض ليميت دلتا اكس تقترب من الصفر تمام دلتا اكس راح نجي نعوض بدل كل اكس باكس زائد دلتا اكس زين اكس زائد دلتا اكس الكل اس ايش قد الكل اس 4 ناقص الدالة الأصلية هي ايش قد عندي x أس 4 تمام هذه x أس 4 اوكي هسه هذه شلون راح نجي نفتحها مثل ما شرحنا قبل قليل راح يصير عندي شنو هذا limit دلتا x تقترب من الصفر دلتا اكس تمام هذه شلون راح نفتحها هنا عندي هسه مثل ما تعلمنا قبل قليل ايش راح يصير عندي الحد الاول اس ايش قد فنجي نسويها على جهه هذا هنا عندي اللي هو العفو بالنسبه الى اكس زائد دلتا اكس الكل اس ايش قد الكل أس أربعة تمام إيش راح يساوي لي قلت أول حد يبدي من الأس الكلي أكس أس شقد أربعة في دلتا أكس هذا الحد الثاني أس شقد يصير صفر زائد أكس تبدي تقل بمقدار واحد تكعيب في دلتا أكس تبدي تزداد مقدار واحد زائد أكس تربيع كل واحد هو المعامل مالته اللي مضروب ب مع الإشارة في دلتا اكس الكل تربيع زائدا اكس اس واحد في دلتا اكس تكعيب وزائد اخر شيء اللي هو الاكس اس صفر في دلتا اكس الكل اس اربعة الى ان اوصل الى اخر اس اللي هو حسب الموجود بالسؤال زين المعاملات قلنا شلون راح نعرفها يجب أن نعرف المعاملات باستخدام المعاملات اللي راح أضعها وين في الحدود هنا كأرقام نبدي بالتري بالباينوميال واحد واحد تمام هذه واحد 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 وواحد من نجمعها اللي هي اثنين زين واحد واحد اثنين بعد ذلك شنو أخلي أخلي واحد بالأطراف تمام أجمع اثنين وواحد ثلاثة اثنين وواحد
ثلاثة، تمام؟ راح أخلي هسه واحد وين؟ بالأطراف، أتوقف لهنا؟ لا، إلى أن يظهر عندي شنو الأس هذا المطلوب، تمام؟ بالسؤال، ثلاثة واحد أربعة، ثلاثة واحد أربعة، ثلاثة وثلاثة ستة، وبعد ذلك أخلي شنو؟ واحد وين بالأطراف؟ واحد هنا واحد هنا، فإذا اللي راح ناخذه شنو عندي؟ بما أنه ظهرت عندي الأربعة هنا، إذا راح نتوقف إلى حد هنا، فهذه راح تمثل اللي هي المعاملات، فأول حد إيش قد المعامل إله؟ واحد، ثاني حد أربعة، ثالث حد ستة، الرابع هذا أربعة، وآخر شي هنا عندي واحد، فنجي مجرد إنه نسوي تبسيط الآن، أي أساس أسه صفر؟ راح يصير عندنا هو واحد، فهذا هنا عندي إكس أس أربعة زائد أربعة إكس تكعيب دلتا إكس زائد ستة إكس تربيع دلتا إكس تربيع، تمام؟ زائد أربعة إكس دلتا إكس الكل تكعيب، وآخر شي زائدا دلتا إكس الكل أس أربعة، فهذا هسه اللي راح ناخذه وين نعوضه؟ في البسط، تمام؟ اللي هو راح يصير عندي إكس أس أربعة زائد أربعة إكس تكعيب دلتا إكس زائد أربعة إكس تكعيب دلتا إكس زائد ستة إكس تربيع دلتا إكس تربيع زائد أربعة إكس دلتا إكس الكل تكعيب، وزائد آخر شيء اللي هو عندي دلتا إكس الكل أس أربعة، تمام؟ ناقص إكس أس أربعة اللي هي هذه، تمام؟ هسا نلاحظ شنو عندي العوامل المشتركة أو شيء هنا، تبسيط هذا ينحذف مع هذا، تمام؟ راح يصير شنو عندي؟ ليمت دلتا إكس تقترب من صفر، تمام؟ هذه عندي دلتا إكس، عندي عامل مشترك هو شنو؟ الدلتا إكس، فشنو يبقى عندي هنا؟ يبقى عندي أربعة إكس تكعيب زائد ستة إكس تربيع دلتا إكس زائد أربعة إكس دلتا إكس الكل تربيع، وزائد عندي دلتا إكس الكل تكعيب، تمام؟ زين، عندي اللي تتكنسل هذه الدلتا إكس مع الدلتا إكس، فنجي إلى التبسيط الأكثر اللي هو راح يصير عندي ليميت دلتا إكس تقترب من الصفر، اللي هي بقت عندي أربعة إكس تكعيب زائد ستة إكس تربيع دلتا إكس زائد أربعة إكس دلتا إكس الكل تربيع، وزائدا دلتا إكس الكل تكعيب، تمام؟ بعد ما عندي أي تبسيط آخر، مجرد إنه نعوض هسه نجي مكان كل دلتا إكس بصفر، فيصير الناتج هو عندي أربعة إكس تكعيب فقط مكان كل دلتا إكس وليس إكس، هذه دلتا إكس أعوض عنها صفر يتكنسل هذا الحد، هذه دلتا إكس يتكنسل، هذا يتكنسل، فالناتج الأخير هو أربعة إكس تكعيب. الآن خلينا نطرق إلى سؤال آخر وهو derivative of sine of x، يعني مطلوب إيجاد مشتقة الساين، تمام؟ ما يصير نروح مباشرة نقول إنه مشتقة الساين هي الكوساين في مشتقة الزاوية، لا هذا خطأ، خلينا نعرف منين تم اشتقاق الساين، يعني إذا إجا سؤال يريد مشتقة الساين باستخدام definition of derivative باستخدام تعريف المشتقة يعني باستخدام الليمت راح يكون كالآتي، تمام؟
راح يكون عندنا كالآتي، وهو إنه عندي الدالة هي y تساوي ساين x، تمام؟ الزاوية هي x. إحنا مثل ما نعرف إنه مشتقة الساين هي كوساين، في مشتقة الزاوية حسب الزاوية. هسه هنا أنا عندي الزاوية شقد هي x، مشتقتها راح تكون واحد، تمام؟ زين، لكن ما نريد بهذه الطريقة، نريد باستخدام definition of derivative، باستخدام التعريف، تمام؟ باستخدام التعريف راح يصير عندي الواي داش تساوي limit دلتا x تقترب من الصفر، تمام؟ الf of x زائدا دلتا x، تمام؟ ناقص f of x over delta x، هذا باستخدام التعريف. ايش راح يكون عندي؟ يساوي limit delta x تقترب من الصفر delta x. نجي هسه مكان كل x نخلي شنو x زائد delta x، يعني راح يصير عندي sin بدل x راح أخلي x زائد دلتا x، يعني فقط مكان الزاوية، مكان الزاوية اللي هي عندي x زائد دلتا x، تمام؟ ناقص ال f of x اللي هي الدالة الأصلية اللي هي sin x، تمام؟ زين، هذه شلون راح نجي نبسطها أكثر؟ لو نجي ننتبه إلى هنا ساين الإكس زائد دلتا إكس اللي هي تمثل أحد المتطابقات المثلثية، اللي شنو تقول؟ إنه عندي بما إنه عندي ساين مجموع أو فرق زاويتين، شنو كان يساوي لي؟ يساوي ساين الأولى كوساين الثانية، نفس الإشارة كوساين الأولى ساين الثانية، تمام؟ زين، هسا أنا عندي الزاوية الأولى A هي شنو عندي؟ X، والزاوية الثانية B اللي هي دلتا X، فإذا راح تصير عندي اللي هي limit دلتا x تقترب من الصفر، تمام؟ هذه دلتا x، فراح يصير عندي ساين الأولى اللي هي ال x كوساين الثانية اللي هي دلتا x، نفس الإشارة زائد كوساين الأولى اللي هي x ساين الثانية اللي هي دلتا x، كملنا، ناقص ساين x، تمام؟ زين، limit delta x تقترب من الصفر delta x. لو أجي أنتبه هنا، هذا هنا عندي الحد sin x cosine delta x وsin x، عندي عامل مشترك وهو sin x، تمام؟ إنه مجرد هذا أجي أنقله هنا يم هذا ساين الإكس دلتا إكس وساين دلتا إكس ناقص ساين إكس، يصير عندي ساين الإكس هو شنو عندي؟ عامل مشترك، فشنو يبقى عندي؟ يبقى عندي منه يبقى عندي كوساين دلتا إكس، تمام؟ ناقص واحد، أوكي، زائد كوساين إكس ساين دلتا x، تمام؟ هسه راح يجي يتوزع الليمت على هذا الحد وهذا الحد، يعني راح يصير عندي هذا الواي داش اللي هي ليمت دلتا x تقترب من الصفر، هذه دلتا x، يصير عندي ساين x قوس كوساين دلتا x ناقص واحد، تمام؟ زائد limit
دلتا x تقترب من الصفر هي كوساين x ساين دلتا x كوساين x ساين دلتا x تمام. زين عندنا في الرياضيات بعض النقاط المهمة الواجبة الحفظ، وهو انه عندي ساين دلتا اكس او اي زاوية كانت، ساين دلتا اكس او اي زاوية كانت لما اقترب من الصفر، انا لما اكون اقترب من الصفر لما اكون اشتغل بالليمت، فساين دلتا اكس او ساين اتش او ساين اي زاوية كانت هذه تقريبا يساوي الزاوية نفسها، تمام يساوي الزاوية نفسها هذا الساين. وكوساين الزاوية دلتا اكس او اي زاوية كانت لما اشتغل بالليمت بالاقتراب من الصفر هذه تقريبا تساوي واحد ناقص دلتا اكس اللي هي حسب الزاوية كل تربيع، دلتا اكس كل تربيع يعني عندي مثلا هذه الزاوية هي كانت عندي 2 اكس تمام، فراح يصير هنا عندي 2 اكس الكل شنو تربيع، فهذه عندي قانونيا ثابتة لما اكون اشتغل عندي بالليمت، هذه مبرهنات ثابتة في الرياضيات انه ساين الدلتا اكس لما اشتغل بالليمت هي تقريبا ايش راح تساوي لي الدلتا اكس يعني تساوي لي الزاوية، وكوساين الزاوية تقريبا لما اجي اشتغل بالليمت والاقتراب من صفر راح يساوي لي واحد ناقص الزاوية تربيع على 2 تمام. زين ولهذا عندي انه من اقول من استنتجنا انه عندي ليميت دلتا اكس لما دلتا اكس العفو تقترب من الصفر ساين دلتا اكس اذا نذكر القانون على دلتا اكس يساوي ايش قلنا نقول يساوي واحد، هذا منين جابه يساوي واحد اذا نتذكره انه اجي اعوض مكان الساين الدلتا اكس ايش قد قلنا تقريبا هي دلتا راح يساوي ليميت دلتا اكس تقترب من الصفر مكان الساين دلتا اكس هذه قلنا ايش قد تقريبا هي دلتا اكس على شنو على دلتا اكس تمام. زين فدلتا اكس ويا دلتا اكس تتكنسل شنو يبقى عندي ليميت دلتا اكس تقترب من الصفر وهنا شنو يبقى عندي واحد. زين ليميت الكونستانت شنو قلنا دائما يساوي الكونستانت نفسه اللي هو شقد هنا عندي واحد، هذا كيفية اثبات انه ليميت ساين الزاوية على الزاوية نفسها لما الزاوية تقترب من الصفر يساوي لي واحد تمام. هنا عندي بالنسبة لي بالنسبة للكوساين نفس الشيء انه عندي ليميت دلتا اكس تقترب من الصفر اوكي. زين هذه راح نجي هسه نعوضها هنا، هسه عندي هاي الكوساين دلتا اكس وين موجودة هذه هنا عوض عنها شنو واحد ناقص الزاوية تربيع على 2 تمام. هذا هنا عندي هسه كوساين دلتا اكس ناقص واحد على دلتا اكس شو يساوي لي هذا يساوي ليميت دلتا اكس تقترب من الصفر تمام. كوساين دلتا اكس العفو قلنا كوساين زاوية لما اشتغل بالليمت والاقتراب من الصفر
شقد قلنا يساوي تقريبا واحد ناقص الزاوية تربيع على اثنين، واحد ناقص الزاوية تربيع اللي هي دلتا اكس كل تربيع على شقد على اثنين، ناقص شقد هذا بالقانون ناقص واحد على شقد على دلتا اكس، تمام؟ فهذه الواحد ويا الواحد تتكنسل، شنو يبقى عندي؟ يبقى عندي ليمت دلتا اكس تقترب من الصفر، تمام؟ يصير عندي راح يصير عندنا اللي هو سالب دلتا اكس الكل تربيع تنزل هنا عندي على اثنين دلتا اكس، تمام؟ فتتكنسل هنا عندي دلتا اكس، تبقى شقد عندي ليمت دلتا اكس تقترب من الصفر سالب دلتا اكس على اثنين. الدلتا اكس هي شقد عندي؟ نعوض عن كل دلتا اكس هسه بشقد؟ بصفر. فإذا يساوي لي صفر على اثنين ويساوي لي شقد؟ اللي هو صفر، تمام؟ هذا اللي ردنا يتم إثباته، وهو مثل ما موضح هنا إنه عندي دائما ليمت ساين الدلتا اكس على الدلتا اكس، لما الدلتا اكس تقترب من صفر شقد عندي؟ الناتج واحد. وليمت كوساين دلتا اكس ناقص واحد على دلتا اكس، لما دلتا اكس اللي هي اي زاوية كانت تقترب من الصفر ساوي صفر، اللي هو هسه هذا وضحناه كيف تم التوصل اله، تمام؟ فهسه راح يصير عندي التبسيط ليمت دلتا اكس تقترب من الصفر ساين الاكس. احنا شغلنا ليش اشتغلنا على الدلتا اكس مو على ساين الاكس؟ ليش؟ لانه انا عندي الزاوية اللي تقترب من الصفر هي شنو اسمها؟ دلتا اكس، تمام؟ يعني باعتبار انه نعتبر ساين الاكس هي كأنه كونستانت، ليش؟ لان هاي الزاوية اسمها اكس وليس دلتا اكس، تختلف. فراح يصير عندي الواي داش يساوي ليمت، او قبل الليمت العفو نقول اللي هو قلنا ساين الاكس راح نعتبره شنو؟ كأنه كونستانت، ليش؟ لأن الزاوية إلها هي شنو؟ اكس وليس دلتا اكس. فإذا نعتبر الباقي شنو؟ ساين اكس هذه كأنه كونستانت، ليمت دلتا اكس تقترب من الصفر كوساين دلتا اكس ناقص واحد اوفر دلتا اكس، تمام؟ زائد هذه كوساين اكس ايضا لانه الزاويه هي اكس وليس دلتا اكس، اذا ايضا نعتبرها شنو؟ كونستانت. زائد كوساين اكس في ليمت دلتا اكس تقترب من الصفر ساين دلتا اكس اوفر دلتا اكس، تمام؟ زين نجي نعوض كوساين دلتا اكس ناقص واحد على دلتا اكس، لما دلتا اكس تقترب من الصفر شقد قلنا؟ اللي هو عندنا هذا شقد استنتجنا؟ صفر. وليمت ساين دلتا اكس على دلتا اكس، لما دلتا اكس تقترب من الصفر شقد استنتجنا؟ اللي هو واحد، تمام؟ هذا هنا استنتجناه شقد؟ هذا استنتجناه اللي هو صفر، وهذا استنتجناه واحد، تمام؟ فراح يصير عندي الواي داش يساوي لي ساين اكس في صفر صفر زائد كوساين اكس في واحد هذه ساين الاكس في صفر زائد كوساين اكس في واحد، هذا كله يتكنسل، فاذا الواي داش تساوي لي كوساين
الاكس هو بالفعل مشتقة شنو عندي الساين هي كوساين في مشتقة الزاوية واحد تمام. نفس السؤال ممكن نعيده اللي هو الواي داش أو العفو الواي هي تساوي لي كوساين الاكس. المطلوب إيجاد مشتقة الزاوية الواي داش، مشتقة الكوساين شنو؟ سالب ساين في الزاوية، في مشتقة الزاوية. فهذا المطلوب هنا عندي يبقى على الطالب يحله باستخدام تعريف الدالة، تمام؟ باستخدام تعريف الدالة. فمطلوب عندي إيجاد مشتقة شنو؟ الكوساين باستخدام تعريف الدالة. احنا نعرف مشتقة الكوساين هي شنو؟ سالب ساين الزاوية في مشتقة الزاوية. فهذا يترك كهومورك إلى الطالب، تمام؟ زين، مثل ما وضحنا قبل قليل derivatives of sum and difference اللي هو إذا عندي مجموع زاويتين راح يتوزع الاشتقاق على مشتقة مجموع دالتين أو مشتقة فرق دالتين، أو عندي البرودكت رول اللي هو مشتقة شنو عندي حاصل ضرب دالتين قلنا تساوي للأولى في مشتقة الثانية زائد الثانية في مشتقة الأولى. أما الكويشنت رول اللي هو حاصل قسمة دالتين يساوي لي المقام في مشتقة البسط ناقصا البسط في مشتقة المقام على مربع المقام، تمام؟ مثل ما هذا موضح هنا. تمام، هنا عندي example اللي هو f الواي تساوي x تكعيب زائد 7x تربيع ناقص 5x زائد 4 find dy over dx. المطلوب شنو عندي؟ إيجاد المشتقة. هنا بما أنه ما ذكر لي مثل السؤال اللي قبل اللي هو by definition of a derivative، إذن ما أجي أشتق باستخدام التعريف، لا أشتق مشتقة تيادية، تمام؟ اللي هي x تكعيب زائد 7x تربيع ناقص 5x زائد 4. المطلوب هو إيجاد مشتقة الواي بالنسبة لمن؟ للإكس، تمام؟ اللي هي عندي واي تساوي إكس تكعيب زائد 7 x تربيع ناقص 5 x وزائد 4، تمام؟ المطلوب شنو عندي؟ dy over dx، تمام؟ إيجاد مشتقة الواي بالنسبة للx. أوكي، هذه هنا لو ننظر لها الدالة شو نسميها؟ إنه عندي طرف بمتغير واحد والطرف الآخر متغير آخر، تمام؟ يعني ما مدمجة عندي x و y بكل الأطراف، تمام؟ هذا النوع من الدوال شو نسميه مسبقاً؟ نسميه اللي هي ال explicit function وليس implicit، تمام؟ ليش explicit function؟ دالة واضحة معناها ال explicit إنه عندي دالة اسمها y بدلالة يا متغير آخر هو بدلالة ال x، تمام؟ زين، الواي بدلالة الاكس، إذن راح اشتق الواي بالنسبة لمن؟ بالنسبة للمتغير اللي هي بدلالته. الواي مثلا عندي بدلالة الزت، إذن اشتق الواي بالنسبة للزت. الواي بدلالة المتغير اكس، إذن اشتق الواي بالنسبة لمن؟ للاكس، تمام؟ فراح يصير عندي واي داش أو نقول دي واي أوفر دي اكس، أو نقدر نسميها ال f dash of x الشكل الآخر إلها، أو d f of x، تمام؟ بس نجي نشتق اشتقاق اعتيادي اللي هو هنا عندي شنو؟ x مرفوع الأس 3، ننزل الأس ونطرح من الأس 1، 3 x تربيع 5 x زائد
تربيع زائد 7 في 2 نزل الأس 2 7 في 2 14 x ناقص 5. الكونستانت شنو مشتقة الكونستانت قبل قليل قلنا إذا نستذكرها مشتقة الكونستانت هي إيش قد عندي دائما صفر تمام فزائد صفر فهذه هي المشتقة النهائية تمام وهكذا زين نجي بالنسبة إلى الـ higher order derivatives شنو يعني higher order derivatives مشتقات الرتب العليا يعني المشتقة الثانية المشتقة الثالثة الرابعة وهكذا تمام نفس النمط لكن من أقول عندي مشتقة ثانية اللي هي الـ y double dash أو شنو نقول هذه الأشكال إلها نقول عندي أنا عندي دالة y اللي هي f of x مثلا تمام من أقول مشتقة أولى y داش اللي هي dy over dx أو نقدر نسميها ال f داش of x أو نقدر نسميها d تمام من أريد المشتقة الثانية الـ y double dash أو نسميها d square y على dx square أو نسميها الـ f double dash of x أو نقدر نسميها وطبعا هذه هنا بشكل نعطيها تسمية اللي هي d over dx في dy over dx أو نقدر نسميها d over dx زين هذه dy over dx هي شنو عندي أصلا المشتقة الأولى تمثل لي وهكذا من أريد المشتقة الثالثة يعني شنو عندي d تكعيب شوف جاي لاحظ أنه حرف d ياخذ شنو عندي رقم المشتقة والاكس اللي هو راح اشتق بالنسبة إليه المتغير اشتق بالنسبة إليه ياخذ رقم المشتقة فهنا عندي دي تكعيب الواي over دي اكس تكعيب يعني اشتق مشتقة ثالثة بالنسبة للاكس تمام ساوي لي الاف ترابل او هنا شنو عندي يعني دي over دي اكس لكن هنا شو تمثل لي مشتقة المشتقة الثانية يعني مشتقة المشتقة الثانية تمام أو نقدر نقول اللي هي d over dx هنا عندي المشتقة الثانية وهكذا بالنسبة للمشتقة الرابعة أو الخامسة وإلى آخره تمام مثل ما متطرق هنا هاي نسميها الـ higher order derivative زين الـ example يقول شنو عندي the first four derivative of y تساوي x تكعيب ناقص 3x تربيع زائد 2 تمام شنو يريد the first four derivatives يعني يريد الـ first four derivatives اللي هي المشتقات الأربعة الأولى أول أربع مشتقات يعني أريد الـ y dash y double dash الـ y triple dash والـ y إلى حد المشتقة الرابعة نريدها تمام زين خلينا نجي ناخذ الدالة اللي هي x تكعيب ناقص 3 x تربيع زائد 2 أريد الـ first four derivatives المشتقات الأربعة الأولى
تمام. إذن عندي الدالة هي y تساوي x تكعيب ناقص 3 x تربيع وزائد 2، تمام. لما أجي أريد المشتقة الأولى اللي هي الفيرست، يعني الواي داش، اللي هي شو تصير عندي الواي داش المشتقة الأولى؟ مشتقة بالنسبة لمن؟ بالنسبة للإكس، تمام؟ اللي هي دي واي أوفر دي إكس، شو تساوي لي؟ 3 إكس تربيع ناقص 6 إكس، لأن نزل أس، تمام؟ زائد إيش قد مشتقة هذا الكونستانت؟ صفر، ماكو داعي نكتبها. المشتقة الثانية اللي هي دي سكوير واي أوفر دي إكس سكوير، واللي نقدر نكتبها دي أوفر دي إكس، هنا عندي دي واي أوفر دي إكس، تمام. المشتقة الثانية يعني أذهب إلى المشتقة الأولى وأشتقها، شو تصير عندي؟ 6 إكس ناقص 6. المشتقة الثالثة دي تكعيب الواي أوفر دي إكس تكعيب، قيس الدي دائما ياخذ رقم المشتقة، الإكس راح تاخذ رقم المشتقة وليس الواي. دي أوفر دي إكس هذه المشتقة الثانية للواي بالنسبة للإكس، يعني المشتقة الثانية وينها؟ هذه أشتق بالنسبة للإكس، شو تصير عندي؟ 6، تمام. المشتقة الرابعة راح تصير عندي دي 4y over dx 4 تساوي دي over dx، مشتقة المشتقة الثالثة. المشتقة الثالثة وينها؟ هذه أشتقها اللي هو كونستانت، مشتقة الكونستانت هو شنو عندي دائما؟ صفر، تمام. زين، فشنو يقول هنا عندي؟ اشتقينا هذه المشتقات كلها، بعد ذلك يقول the function has derivatives of all orders، إنه الدالة تملك مشتقات بكل الرتب، but the fifth and subsequent order derivatives are all zero، يعني من المشتقة الخامسة فما فوق راح تكون عندي؟ هي صفر. يعني أريد المشتقة الخامسة، هسه شنو عندي؟ لازم أشتق المشتقة الرابعة، شقد المشتقة الرابعة؟ صفر. مشتقة صفر راح تظل صفر، السادسة صفر، وهكذا، تمام. عفوا، نتطرق الآن، نأتي الآن بالتطرق إلى موضوع آخر ضمن المشتقات، وهو الإمبليس ديفرنتيشن، اللي هو الاشتقاق الضمني. أول مرة خلنا نعرف إحنا شنو معنى الدالة الضمنية. مثل ما مسبقا أخذنا في chapter functions إنه الدالة الضمنية الدوال عندي العفو هي implicit function و explicit function، بالإضافة إلى piecewise function اللي هي الدوال متعددة التعريف. إحنا هسه بغض النظر عن piecewise، عندي implicit function و explicit function. يعني أنا هسه لما عندي هذه الدالة الموضحة، فرضا عندي x تربيع زائد y تربيع تساوي 1، زين. لما أجي أشوف بهذا النمط بهذا الشكل إنه ما فاصل لي الواي على حدة، يعني ما عندي طرف بمتغير واحد والطرف الآخر متغير آخر هو y أعداد، تمام. بما إنه عندي كأنه مختلطة الدالة، يعني ما عندي طرف صافي بيور بشكل يحتوي لي على متغير واحد، في هذه الحالة نسميها implicit function، دالة ضمنية، تمام؟ فإذا اشتقاق راح يكون أيضا اشتقاق ضمني implicit differentiation، تمام؟ يعني أنا هسا عندي هذه ال x تربيع زائد y تربيع تساوي 1، x تربيع زائد y تربيع تساوي 1، تمام؟ ما جاي ألاحظ إنه الإكس في جهة والواي في جهة، لا، كلها شنو؟ بنفس الجهة، تمام. هذه نسميها اللي هي الإمبليست فانكشن، دالة ضمنية، يعني تتضمن لي بنفس الوقت أكثر من متغير، ما واضحة مبهمة، تمام. ب
بينما لو أريد أحولها إلى x plus function شو نسوي؟ إنه نخلي ال y بجهة y تربيع تساوي 1 ناقص x تربيع، صح لو لا؟ وبالتالي تصير عندي إذا أريد ال y تساوي 1 ناقص x تربيع تحت الجذر التربيعي. في هذه الحالة أصبحت شو نسميها x plus function. x plus function اللي هي الدالة شنو؟ واضحة إنه بدلالة الاكس فقط، دالة صارت اسمها y بدلالة اكس، هذه نسميها x plus. لكن احنا سشغلنا على اليمن على ال m plus هذه، فخلي اجي اخذ عندي الاكس تربيع زائد y تربيع تساوي 1. المطلوب شنو؟ وهو يقول إنه in some cases في بعض الحالات it is difficult or impossible، من الصعب أو من غير الممكن to solve y تساوي f of x، إنه أحل دالة f of x so to find dy over dx. يعني في بعض الحالات إنه الدوال ضمنية عندي ما أقدر أفصل أحد المتغيرين عن المتغير الآخر، في هذه الحالة تكون صعبة عندي الدالة difficult function. أيضا بالتالي يؤدي إلى صعوبة اشتقاق المشتقة بشكل pure، تمام؟ For such cases لمثل هذه الحالات الحل هو شنو في الاشتقاق اللي هو تطبيق implicit differentiation will be used، ممكن أنه يستخدم العفو الاشتقاق الضمني. يعني مثل هذا الإكزامبل متطرق له find dy over dx of the following x تربيع زائد y تربيع يساوي شنو؟ 1. خلي نجي نفهم طريقة الحل. أول مرة خلي نجي نناقش هذه الدالة x تربيع زائد y تربيع تساوي شقد؟ 1، تمام؟ هذه الدالة قلنا شنو اسمها من شكلها اسم بينه؟ دالة implicit function. ليش؟ لأنه ما عندي الواي بجهة والأكس بجهة، ما أقدر أفصلهن، أشتغل على هالأساس، ما أريد أفصل، تمام؟ راح نشتغل على أساس شنو؟ implicit function، اشتقاق شنو؟ ضمني، تمام؟ الاشتقاق الضمني شنو يقول؟ إنه نشتق حسب مطلب السؤال، المطلب شنو عندي؟ dy over dx، تمام؟ المطلوب هو إيجاد مشتقة الـ dy over dx، هذا اللي أشتقه dy over dx. دائما خلي في بالك منو المتغير اللي موجود في المقام هو نشتق بالنسبة إليه، منو المتغير موجود بالمقام هنا عندي الـ x، إذن هذه لازم الدالة كلها أشتقها بالنسبة لمن؟ بالنسبة للـ x، تمام؟ يعني راح تصير هنا عندي x تربيع أشتقها صير عندي 2x، لأن الأس ينزل ونطرح من الأس 1 2 ناقص 1 1، فإذا 2x في مشتقتها اللي هي عندي dx over dx يعني 1، تمام؟ زائد أيضا هذه الواي تربيع أشتقها، ما أعتبرها كونستانت، لا أشتقها، نشتقها اشتقاق ضمني، ينزل الأس ونطرح من الأس 1 يصير عندي 2y، نزل الأس طرحت من الأس 1 في مشتقة الواي بالنسبة لمن؟ للأكس، تمام؟ هسه راح يجي طالب يقول هنا ليش ما ظهرت الدي أكس؟ هي هنا تظهر، هنا تظهر عندي، تصير دي أكس أوفر شنو؟ بالنسبة لي الأكس أوفر دي أكس. زين دي أكس أوفر دي أكس تتكنسل، شقد تصير عندي؟ 1، ولهذا ما تظهر عندي، تمام؟ زين يساوي شقد مشتقة الكونستانت اللي هي 0. زين أنا شنو أريد؟ أريد دي واي أوفر دي أكس، أحاول أرتبها، إيش تصير عندي؟ 2y دي واي أوفر دي أكس تساوي، هذا راح نقله إلى هالطرف، شي يصير عندي ناقص 2x، تمام؟ وبالتالي دي واي أوفر دي أكس تساوي سالب 2x over شقد؟ over 2y. إذن الدي واي over دي اكس تساوي سالب x over y، تمام؟
مثل ما هذا مشتقنا. الإكزامبل الآخر اللي هو 2y تساوي العفو x تربيع زائد 3x y تربيع. اثنين y تساوي x تربيع زائد 3x y تربيع، تمام؟ المطلوب إيجاد شنو؟ أيضا dy over dx، تمام. اشتقاق بالنسبة لمن؟ اشتق بالنسبة للx. ايش راح يصير هنا عندي؟ بما انه ما قدرت افصل الواي بجهة والاكس بجهة، خاصة هذه هنا مضروبة مع بعض، اذا راح نشتق شنو؟ امبلس ديفرنتيشن اللي هو اشتقاق ضمني. ايش يصير عندي؟ اثنين الواي اس هش قد؟ واحد، ينزل الاس نطرح من الاس واحد، يعني راح يصير عندي واي اس واحد ناقص واحد صفر، واي اس صفر اي اساس اس صفر ايش قد يصير عندي؟ واحد، فاذا مشتقته اثنين. في شنو؟ في دي واي اوفر دي اكس، لان انا جاي اشتق بالنسبة للاكس، تساوي اثنين تنزل اثنين اكس في دي اكس اوفر دي اكس اللي هي واحد، تمام؟ زائد هذا شنو؟ كونستانت، خليه كونستانت، تمام؟ نفتح قوس. ليش فتحنا قوس؟ لان عندي الاكس واي تربيع، هذه شنو؟ لو ارجع الى قوانين الاشتقاق، حاصل ضرب دالتين، شو يساوي لي حاصل ضرب دالتين product rule اللي هو شو يساوي لنا؟ يساوي الأولى في مشتقة الثانية، هذا هنا عندنا ثلاثة، تمام؟ يساوي الأولى اللي هي الx في مشتقة الثانية، ايش قد عندي؟ اثنين تنزل هاي الواي تربيع، ننزل الأس المطرح الأس واحد، اثنين ايش قد؟ واي، ليش؟ لأن اثنين ناقص واحد واحد، تمام؟ في دي واي أوفر دي إكس، نكملها، الأولى في مشتقة الثانية، زائدا الثانية اللي هي ايش قد عندي؟ الواي تربيع، في مشتقة الأولى، مشتقة الإكس هي ايش قد؟ الأس واحد، ايش قد إلها؟ واحد، في نزل الأس نطرح من الأس واحد واحد ناقص واحد صفر أكس أس صفر اللي هي ايش قد عندي؟ يصير واحد، تمام؟ ننطي تبسيط أكثر، اثنين دي واي أوفر دي أكس يساوي اثنين أكس تتوزع لثلاثة زائد ستة أكس واي دي واي أوفر دي أكس وزائد ايش قد عندي؟ 3y تربيع، تمام؟ هو بالسؤال شنو يريد؟ يريد الدي واي اوفر دي اكس، فاحاول شنو اسوي؟ انقل طرف، اجعل فقط بي الدي واي والطرف والبقيه وين انقلها؟ الطرف الاخر، فراح يصير هنا عندي اللي هي 2 دي واي اوفر دي اكس ناقص، انقل هذا الى هنا، 6 اكس واي dy over dx، تمام؟ يساوي 2x زائد 3y تربيع، تمام؟ عامل مشترك هنا dy over dx، dy over dx شنو يبقى عندي؟ 2 ناقص 6xy، تمام؟ يساوي 2x زائد 3y تربيع. أنا شنو أريد؟ اللي نريده هو dy over dx، إذن dy over dx راح يساوي شو يساوينا؟ يساوي 2x زائد 3y تربيع over شقد على هذا القوس اللي هو 2 ناقص 6xy، فإذا هذا dy over dx هذا المشتقة النهائية.